حققت مملكة البحرين والمملكة المغربية العديد من الإنجازات منذ تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين عام 2000. تمخضت عنها اتفاقيات عدة فتحت آفاقا أكبر من التعاون في مختلف المجالات. البحرين والمغرب مملكتان بعيدتان جغرافيا، لكن علاقاتهما الأخوية قصرت المسافات ورسمت تاريخا طويلا خطى خطواته القادة الكبار لتكون نموذجا مهما يشهد له العالم على ما حققته من تقدم وتطور في عدة مجالات واصعدة. وتعكس الرغبة الواضحة الطريق المستنير بين المملكتين في توطيد العلاقات من خلال اتخاذ خطوة مهمة عام 2000 شكلت فيها اللجنة العليا المشتركة، لتصب مصلحة هذه اللجنة في نسج المزيد من التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين. وكانت للدورة الرابعة للجنة المشتركة التي انعقدت في عام 2018 بالرباط نتائج ملموسة، توجت بالتوقيع على 9 اتفاقيات في عدة قطاعات، مما جعل الرصيد الإجمالي للاتفاقيات الموقعة بين البلدين يصل إلى 60 اتفاقية. أبرز تلك الاتفاقيات التوقيع على اتفاقية النقل الجوي و7 مذكرات تفاهم تهم مجالات التشاور السياسي والدبلوماسي والإعلام والاتصال والشباب والرياضة والعمل والتأمين الاجتماعي. وتسعى مذكرة التفاهم الخاصة بالتشاور السياسي بين البلدين إلى تنسيق المواقف السياسية المشتركة حول مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية طبقا لتوجيهات قادة البلدين. وشهدت العلاقات البحرينية المغربية نقلة نوعية منذ استقبال حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية خلال زيارته للمنامة في أبريل عام 2016. تمخض عنها رصيد من الاتفاقيات ليعكس الإرادة الثابتة لإضفاء تنوع أعمق وأوثق على هذا التعاون بين البلدين الشقيقين.